دكتور عثمان، اتفضل حضرتك بس اشرح لنا المواقف او الاجراءات اللي حضرتك هتاخدها بالنسبه للمحاكمه القادمه ان شاء الله. والله يسعدني ويشرفني النهارده. انا حضرت النقابه العامه النهارده بناء على دعوه من زمايلي واخواتي المحامين المدعين بالحق المدني، استاذ اسعد هيكل واستاذ اشرف طلبه والاستاذ طارق ابراهيم عبد القادر وبعض المحامين المحترمين. دعوني النهارده علشان نوحد الصف بين المدعين بالحق المدني، ودول مقررين وممثلين والمتحدثين الرسميين باسم لجنه الحريات طبعا، وانا عضو في هذه اللجنه. فانا يعني بيطلبوني باعتباري محامي ممثل عن الثوره والشعب، فان انا النهارده نوحد الصف ونختار ما بيننا 10 محامين على 300 محامي للمدعي المدني. نوحد الصف بيننا، نختار 10 محامين، قد اكون واحد منهم او قد لا اكون حسب رغبه الساده المحامين كلهم، بحيث ان هم يتكلموا بكل احترام، بحيث ان احنا نكون مظهرنا مظهر لائق بالقضاء وبالمحاكمه حتى لا نقل عن محامين الدفاع عن المتهمين، بحيث يكون في تنسيق. المدعي المحاكمه المدني يخرجون تسلسلا تباعا بطلباتهم بدون هرتله، بدون خطف الميكروفون، بدون اي شيء. باذن الله واحد احد الفتره اللي جايه هتشهد المحكمه الجنايات بمحاكمه مبارك العدلي تنسيقا تاما ومحاكمه حضاريه وتاريخيه في هذه القضايا التي سيسجلها التاريخ وتدون في التاريخ. باذن الله واحد احد. في برضه اجتماع تاني النهارده عامله الاستاذ محمد فاهم الضماطي اللي هو كان مقرر لجنه الحريات السابق وعضو نقابه المحامين السابق، وقصدي الاستاذ محمد طوسن في النادي النهري بالمعادي للمحامين. فطبعا انا مش هقدر احضر الاجتماعين، فقلت احضر النقابه العامه باعتبار النقابه الام التي قد ولدنا منها يعني. فهنشوف النهارده ان شاء الله، والاجتماع بيقولوا تحت دلوقتي حالا ينعقد في لجنه الشؤون السياسيه، ان شاء الله هنقدر نوحد الصف ونتفق ان في كلام للمحامين بترتيب وبتنسيق. احنا كمحامين احنا القضاء الوقف، ولا نقل طبعا عن القضاء الجالس، يعني احنا برضو بنكمل القضاء، ولا يستطيع القضاء الجالس اللي هم القضاء اللي هم على المنصه يكونوا مثلا يتحدثوا عن قضيه بدون دفاع، ودفاع المدعين بالحق المدني مش مدعين عن الحقوق المدنيه فقط اللي هي الخطا والضرر وعلاقه السببيه، لا، ده احنا مراقبين للشق الجنائي ايضا، احنا نضيف مواد اتهام اغفلت النيابه العامه اضفتها، نحن ايضا نستجوب شهود ونؤكد التهمه على المتهمين، نحن ايضا نطالب بادخال مواد عقاب وانزال مواد عقاب ومراقبه الجلسه وليس فقط تعويض وجايين ناخد فلوس ونمشي، طبعا ده شيء تمام. احنا نطالب في هذه القضايا بالقصاص. أول شيء يطالبه الشعب المصري وثورة 25 يناير قصاصا للشهداء وقصاصا للمصابين، حقهم الأول في القصاص حتى يشفى ويروى دماء غليلهم. اثنين، الحق المدني بالتبعية، لأن طبعا لا يمكن أن يموت شهيدا ولا يصاب مصابا إلا أن يأخذ حقه في التعويض. هل تتوقع فعلا ممكن محكمة تحكم بالإعدام على حسني مبارك؟ والله انا اقول حاجه، هو المحامي الخصم انا علمت من ثروه اخرى ومن محامين مكتبه انه سيلعب على جزئيه ان هو ليس هناك فاعل اصليا في القضيه، وانما كل الموجودين هم شركاء بالطريق الاتفاق والتحريض، واما الفاعل الاصلي المنفذ ليس موجود، وبالتالي كيف يحاكم الشريك بدون معاقبه الفاعل؟ واين هو الفاعل؟ وده مردود عليه بان هذه الثوره قامت لتردي اوضاع سياسيه واجتماعيه، والذي كان له السبب في تفريق هؤلاء المتظاهرين هو الحاكم الفاسد المخلوع مبارك، وبالتالي فاعطاء اوامر لوزير الداخليه وانصياع وزير الداخليه ومعاونوه له في تفريق المتظاهرين بالقوه باطلاق القنابل والمطاطيه وغير المطاطيه والمفرقعات والمسيله للدموع، كل هذا ثابت في الاحراز اللي احنا بنشوفها النهارده في دار القضاء العالي، وبنفض النهارده بنطلع على الاحراز النهارده فيها قنابل وفوارغ لقنابل، هنتفرج هنشوف القنابل دي عباره عن ايه، قنابل المطاطيه مباح بيها، محظوره غير محظور بيها، حتى يجوز انطباق المواد اللي انا ادخلتها في الجلسه الماضيه وهي ادخال الماده 102 فقره ب المتعلقه يعاقب بالاعدام كل من يستخدم المفرقعات على المسالمين السلميين. ايضا عايزين نشوف السيوف اللي اتمسكت دي واللي اتخذت في موقعات الجمل، هل السيوف دي محظوره وغير محظوره؟ حتى يمكن اتسنى لنا برضو ان هم استخدموا معانا البلطجه والترويع، يعني هم برضو الماده 375 و375 مقرر واحد تنطبق على هذا الاتهام او لا تنطبق؟ كل هذه الاشياء بعد فضل الاحراز يتبين لنا بعد قراءه القضيه، قراءه جيده فضل الاحراز وقراءتها والاطلاع عليها سوف يتضح لنا القضيه على البيان ان شاء الله. هل حبيب العدلي هيبقى هو كبش الفداء؟ اعتقد ان حبيب العدلي هو المتورط الاول في هذه القضيه باعتبار انه لن ينصاع لاوامر الرئيس المخلوع، ولن ينصاع له السيد المشير محمد حسين طنطاوي عندما اتى بيوم 23 واجتمع بيوم 24 وتحدث مع المشير في ان هو يقول له فرق المتظاهرين وساعد الشرطه، قال له لا، انا لن اذبح ابنائي ولن اقتل ابنائي، وبالتالي فالموضوع كله على حبيب العدلي بالتبعيه، هو رفاقه ومساعديه. طب موقف حسن عبد الرحمن بصفه رئيس جهاز امن الدوله السابق؟ والله موقف حسن عبد الرحمن انه متورط في هذه القضيه زي عدلي واحمد واسماعيل الشاعر، موقفه ايضا انه هو يعني متهم ومتهم بقوه في هذه القضيه، والجريمه ثابته عليه من تحقيقاته، ولن يستطيع ان ينفي هذه التهم كلها.
ولا عدلي اعترف نفسه ان انا خدت اوامر من رئيس مبارك بتفريق المتظاهرين. اشكرك يا فندم، اشكرك.